المشروع الثاني بالنسبة للسيارات المتهالكة والمطروكة في الشارع المصري دي برضو عايز اوضحها عشان في السوشيال ميديا يعني بصورة غير سليمة. ايه معنى ايه؟ هيجي الونش هيدي سرينة للعربية، لو جه ملك السيارة هيتاخد عليه تعهد بان هو ينقل السيارة الى احدى الجراشات في ساعتها. طيب لو ملك السيارة ما جاش بيتم رفع السيارة ووضعها في مكان الايواء والحجز او حضانة المرور، تمام، وبيتم اعلان ملك اللي هي فين دي؟ اللي هي السيارة المطروقة في الشارع. لا الحضانة دي فين؟ دي حسب المنطقة. حسب المنطقة اللي بيتسحب منها. وبعد كده بلغوا صاحب العربية؟ وبيتم اختاره عن طريق الوسائل الالكترونية، ومن حقه ان هو يتوجه الى المكان الايواء في خلال 60 يوم من اعلانه. يتوجه يعمل ايه؟ لو ما راحش من خلال 60 يوم بيتم مصادرة السيارة. طيب راح وتقول اموال. لو راح في نقطتين مهمين، النقطة الأولانية إن هو يتنازل عن السيارة، سيارة متهالكة وما بتمشيش والكلام ده كله من غير ما ياخد فلوس ولا ياخد حاجة. في الحالة ديت لن يدفع رسوم رفع الونش ولا رسوم الحجز ولا رسوم الإيواء. طيب هو هياخد السيارة، في الحالة ديت هيجيب سند الملكية إن السيارة دي ملكه، وبعدين هيدفع، هيتعرض على نيابة المرور، هيدفع رسوم الحجز ورسوم الإيواء ورسوم حضانة المرور. اللي هو يعني ان زي ارضية كده بالظبط كده. وبعد واتحنا هي هو يحسبها بقى يشوف هيدفع اكتر. وانا فاكر اول حضرتك فكرتني اول ما رحت اعمل رخصة يعني وكده، ده زمان قوي يعني، فلقيت حد بيصرخ في المرور ان معاه عربية قد كده وجايبين له مخالفة اعتراض موكب الرئيس. ده كلام 25 سنة ولا حاجة. فقال خدوها انا مش عايزها العربية دي تعترض موكب الرئيس ازاي. فده واضح انه يعني اقتراح يعني برضو قيم. ما انا بقول لحضرتك حسب ما يطال لهذا الشخص. طيب خلاص لو خدها بقى واستلم ودفع كل ده بيتاخد عليه تعهد ما يسيبهاش في الشارع في احدى الجراشات الا يبقى ما عملناش حاجة. بالظبط كده.